السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشا محمد صلاح، معلم مبدع خبير مايكروسوفت من فريق أوفيس 365. النهاردة هقدم لحضراتكم أداة رائعة جديدة عندنا من أدوات مايكروسوفت الحديثة اللي نزلت عندنا من ضمن تطبيقات 365، وهي التطبيق ليست. التطبيق ليست موجود عندنا هنا أهو، من واحد من التطبيقات الخاصة ب 365، وهي أداة رائعة بتؤدي العديد من المهام. في الحقيقة هي كانت تحديث من تحديثات قوائم الشيربوينت، أو ظهرت كتحديث من تحديثات قوائم الشيربوينت، بيوفر لنا كل اللي كان بيقدمه قوائم الشيربوينت، بس بنلاقيه في صفحة واحدة، بحيث ان احنا نلاقي كل القوائم الحديثة او المفضلة لدينا في صفحة واحدة من خلال الضغط على ليست وتكوين القوائم الخاصة بنا، ومنها ممكن انشاء قوائم وجمعها في تطبيق واحد. طب كان عندنا في الشير بوينت في البداية مجموعة من القوائم بتاعتنا او الليستس الموجودة بالشكل ده، بمجرد الضغط على اي من القوائم الموجودة داخل الشير بوينت كنا بنشوف القوائم بالشكل ده. بتظهر قدامنا القوائم في شكل صفوف وأعمدة، نقدر ان احنا نعدل عليها او نتحكم فيها او ننشئ قوائم جديدة، او ان احنا بنعمل تصدير من او بنصدرها الى ملف او شيت اكسل، وكمان بنقدر ان احنا نربط بينها ما بين الباور اوتوميت او الباور ابس. كمان بيبقى عندنا اكتر من اختيارات موجودة في الشير بوينت، لكن الشكل الحديث بتاعنا الموجود في الليست بدأ ان هو يظهر بشكل اكثر مرونة واكثر وضوحا. فمن خلال الضغط على علامة ليست بالشكل ده، بيبدأ يفتح معانا التطبيق الجديد. طبعا التطبيق فاضي لان مفهوش اي قائمة تم انشائها من قبل. طب عشان نتعرف على الواجهة الرئيسية للقائمة الموجودة معانا، طبعا هنا عندنا قائمة فيفوريتس، وهنشوفها لما نضيف ليست جديدة بنضغط عليها كفيفوريت او مفضلة لدينا. كمان عندنا قائمة الريسنت او ليستس، الريسنت ليستس اللي انا استخدمتها حديثا، او ماي ليستس اللي هيتم انشائها حالا دلوقتي. طب لو انا هبدأ اضغط على نيو ليست، هنشوف ازاي نعمل او نعمل كرييت للليست الجديدة. من خلال الضغط على نيو ليست بيبدأ يفتح عندنا ثلاث طرق لانشاء ليست جديدة. الاولى from blank blank list، وهنشوف ازاي دلوقتي. معناها ان انا بنشئ قائمة يدويا من خلال ان انا بدخل كل البيانات يدويا، او ان انا بعمل from excel، بنشئ ليست from excel عن طريق ان انا بعمل استيراد لاي ملف اكسل من الكمبيوتر بتاعي او من اي مكان، وببدأ ان انا ادخله على ملف الليست فتبدأ تفتح كل المحتويات الخاصة بي. كمان from exciting lists، ودي زي اللي كانت موجودة عندنا في الشير بوينت. ومن exciting lists دي خاصية موجودة معانا ان احنا بنفتح ملف داخل ملف اخر وهكذا. كمان بيوفر لنا هنا اهم حاجة التمبلتس المعتاد وجودها دايما في كل التطبيقات 365، وهي النماذج الخاصة بها. وهنا بنلاقي 8 من اهم النماذج الموجودة داخل الليست، لان التطبيق جديد فبيوفر لنا بس 8 اشكال او 8 نماذج من النماذج الموجودة. طب عشان نشوف اي نموذج، مثلا انا عايز انشئ قائمة جديدة مثلا عشان اعمل من خلالها ايفنت او حدث جديد مثلا كمثال. فلو دخلنا عند الايفنت ان هو يفتح لي ليست جديدة، بيوريني شكل القائمة بتاعتي هتكون شكلها ازاي. من خلال الضغط على الاروز الموجودة دي ببدأ ان انا اشوف شكل القائمة بتاعتي هتكون ازاي، او الليست بتاعتي هتكون ازاي. بنشوف ان الليست اللي موجودة قدامنا عبارة عن مجموعة من الاعمدة ومجموعة من الصفوف، كل حاجة فيها بتم ليها خاصية معينة او ليها اهمية معينة بنقدر ان احنا ندخلها او نتحكم فيها ونعدل عليها زي ما هنشوف دلوقتي. طيب انا هعمل ايفنت جديد، فانا اخترت مثلا الشكل ده. انا طبعا اقدر ان انا اختار بين الاشكال المهام المختلفة للليست بتاعي على حسب العمل بتاعي، من كل مكان من جنب، او من ان انا برجع تاني للقائمة الاساسية ومن انا بدخل عندها. فلو انا
الشكل الخاص بالايفنت او ان انا هيتم انشاء ايفنت، ببدا اضغط على يوز تمبلت، فبتفتح لي القائمه الجديده دي. بيقول لي طب الاسم بتاع الايفنت بتاعك ايه، انت هتسمي الايفنت ايه. انا مثلا هسمي الايفنت بتاعي، انا هخليه ايفنت خاص ب 365 الجروب بتاعي، وهعمل له ديسكريبشن. انا هدي امثله بس، ان مثلا النموذج ده او الايفنت ده خاص ب اوفيس 365 مثلا، وهبدا ان انا اختار لون محدد للتمبلت بتاعي او للشكل الليست بتاعي. فمثلا لو اخترت اللون البينك على سبيل المثال، واختار الايقونة الخاصة اللي يظهر بيها الليست بتاعي، لان طبعا لما هنشئ مجموعة من القوائم هتلخبط ما بين القوائم، فهو بيسهل لي وجود القائمة ان انت تتعرف عليها من خلال ايقونة معينة او من خلال لون محدد ليها. فمثلا لو اخترت الشكل للايفنت ان انا هو هينطلق زي الروكت كده، وهبدأ احدد له الليست دي هتكون موجودة فين. هل ان انا هسيفها على 365 في جروب من جروبات الشير بوينت الخاصة بيا، او ان انا هشيرها على اي مجموعة خاصة بيا، او ان انا هشيرها على الليست الموجودة داخل قائمة الليست الموجودة داخل التطبيق الاساسية او على الواجهة الرئيسية للتطبيق بتاعي. هبدأ اضغط على كرييت، فبيبدأ هنا يديني شكل الايفنت او شكل الليست الخاص بالايفنت بتاعي. طب الايفنت الموجود معانا، انا عايزة اوري حضراتكم، ادي الشكل الموجود، اللون اللي انا حددته، والايقونة او الرمز اللي انا حددته للايفنت بتاعي. اقدر اضغط عليه من هنا من علامة النجمة، واقول له ان الايفنت ده من الفيفوريتس بتاعتي او من القائمة المفضلة الخاصة بيا. طيب عشان نتعرف على الليست، انا اتكونت قدامي دلوقتي الليست، هعمل فيها ايه؟ عشان احرك اي ليست او اعمل تعديلات عليها، هبدا ان انا اشوف مجموعه الاعمده الموجوده فيها. كل عمود في الموجودين اقدر ان انا اعمل ترتيب من A to Z او من Z to A، او اعمل فيه مجموعه من المهام بعد ما اكون مجموعه من الصفوف الخاصه بيا. طب عشان اكون الصفوف دي اعمل فيها ايه؟ طبعا بمجرد الضغط هنا بيبدأ ان انا اتحكم في كل الاعمدة. لكن عايز اكون صفوف هعمل ايه؟ هبدأ اضغط على edit in my grid او in grid view. بمجرد الضغط على التعديل الخاص بيها بيبدأ ان هو يحدد لي ايه القائمة اللي انت يتم انشائها جوه الجريد او جوه الليست بتاعتك. لو انا عايز اسمي النيم بتاع السيشن، انا هقسم المهام بتاعتي داخل الايفنت لمجموعة مع زمايلي، ان كل واحد ليه مهام محددة هبدأ ان انا احددها له. فمثلا هقول ان في حد مثلا هيشرح ستريم، او هيكون السبيكر الخاص بستريم مثلا كمثال، وهبدأ احط له طب الكود اللي هو ممكن يكون خاص بيه. ينفع ان انا اكتب اي كود بحيث ان انا بعد كده ممكن ان انا اقدر اشيره لاي حد من الزملاء ويبدأ يدخل الجريد بتاعتي، او يبدأ يدخل على نفس المهام بتاعته. طيب عندي كمان السبيكرز، مين هيكون المتحدث الرسمي الخاص بجزئية الستريم اللي انا حددتها هنا مثلا؟ مين المتحدث الرسمي مثلا اللي عندي ممكن هو اللي هيبقى صاحب المهمة دي، او هو صاحب العمل هنا؟ ببدأ ان انا اكتب له مثلا، انا هختار سهام زميلتي مثلا، فبمجرد ان انا بكتب اي حروف وهي متضافة عندي في البيبول على 365 بيبدأ ان انا اختار ان هي صاحبة المهمة دي، وهكذا بحدد له نوع المهمة، وبحدد له الوصف الخاص بيها هتعمل ايه، وبحدد له الديت اند تايم، التايم بتاعنا هيبدأ امتى، او المهمة بتاعتي بيفتح لي التقويم عشان احدد له المهمة بتشتغل امتى او هتنتهي امتى، وهكذا. طبعا كل واحد على حسب استخدامه للليست الخاصة بالايفنت بتاعته. كمان اقدر اضيف هنا مهمة تاني او رو تاني، صف تاني جديد، وابدأ املأ البيانات الخاصة بيا لو انا بانشئ ايفنت خاص بينا. طيب اقدر هنا اشير الليست دي لاي حد؟ طبعا انا عندي هنا السبيكرز الموجودين لازم تروح لهم المهام، فبمجرد الضغط على كلمة شير
كالمعتاد في 365 ان هو بيبدأ يقول لي طب انت هتشيره لمين. ابدأ دخل ايميل اللي انت عايز تحدد له اللي انت دخلت اللي هيروح يشتغل معايا في المهمة. مثلا انا اخترت ميسي هام، فهبدأ ان انا احدد ان هو هيتشير هنا لميسي هام. طب ميسي هام هنا تقدر انها تعمل ايه في الشير بوينت في الليست دي، او هتقدر تعمل ايه لما يوصلها الشير؟ تقدر تعمل تعديل، وكمان يقدر انها يكون عندها فول كنترول. لو انا حددت لها تحديد فول كنترول معناها انها تقدر تدخل الليست وتتحكم بشكل كامل داخل الليست بتاعتي من خلال التعديل، او انها تشير، او انها تعدل اي مهمة من المهام الموجودة، تعدل في التايم، تعدل في اي شيء من الليست على حسب تكويني لي. تقدر انها تعمل فقط تعديل، يعني هي مش هتاخد الكنترول كامل، هي بس هيكون عندها editing بس. كمان تقدر بس انها يبقى عندها فيو، ان انا هبعت لها الشير عن طريق انها تشوف البس او يتم عرض الليست فقط بدون اي تعديلات، او بدون انها تقدر تتحكم في اي شيء يخص الليست بتاعتي. طب لو انا خلصت الليست كمان وعايز احول الليست دي لشيت اكسل اقدر اتحرك بيه على اي مكان، او ان انا انزله على الكمبيوتر بتاعي او اخده معايا على اي فلاشة، بروح عند اكسبورت تو اكسل، بيبدأ ان هو يفتح لي نافذة جديدة ويبدأ يحدد لي ان انا امكانية ان انا بروح عند الاكسل وابدأ ان هو ينزل لي الليست الموجودة هو هنا، عشان البيانات مش مليانة، فمش مش هيبدأ ان هو يعمله، بس هيبدأ ان هو يعمل لي قائمة كاملة او شيت كامل بالاكسل بجميع البيانات الموجودة قدامنا من خلال جدول او جداول الاكسل. اقدر اربط كمان الليست بتاعتي دي بالباور اب، ان انا ادخله على باور اب واعمله باور اب جديد، او ان انا اعمله باور اوتوميت عن طريق ان انا ادخل للباور اوتوميت واعمله كرييت فلو جديد، زي ما شرحنا قبل كده في الفلوز ازاي يتم انشاء فلو جديد، او ان انا اربطه لو انا عندي مثلا فورم او مجموعة من الفورمز الموجودة وعايز الفورمز دي بمجرد ما نزول اي ريسبونسز ليها بتبدأ انها تتحول عندي لليست اول عن اخر بشكل اوتوماتيكالي، او ان انا لو حد تم انشاء اي ليست داخل الشير بوينت بيبدأ ان هو يتحول بشكل اوتوماتيكالي داخل الليست اللي انا بحددها. اقدر كمان اتحكم في الفلوز الموجودة عندي وان انا اعرضها او اشوفها قدامي او اعمل لها عرض. من خلال الثلاث نقاط الموجودة عندنا هنا كمان اقدر اعمل استعلام، ان انا بديله حاجة كده شبه الانذار ان هو يحدد لي لو انا في ليست معينة بيديني معلومات يبعتها لي على الايميل بتاعي، او ان هو بيديني نوع من انواع التذكرة ان انا بعمل تذكرة لو في مهام محددة ممكن يتم انشائها داخل الليست، او حد حدد لي مهمة داخل الليست فبيعمل لي تذكرة وبيرجع يبعت لي ايميل مثلا على الاوتلوك. طب ده بالنسبة للتطبيق ان احنا بنستخدمه من خلال النماذج. طيب لو رجعت هنا عند مايكروسوفت ليست بضغط عليها بالشكل ده تاني بترجع عند القائمة الرئيسية الموجودة عندنا او الواجهة الرئيسية للتطبيق ليست. طب التطبيق اللي قدامنا مكتوب عندي بدأت تظهر عندي favorites هنا موجودة عشان انا ضغطت من شوية على علامة النجمة فخليت الليست بتاعي هي المفضلة الموجودة عندي. طبعا لو ضغطت على النجمة مرة تاني بيرجع يلغيها من قائمة الفيفوريتس. كمان عندي في الفيفوريتس هنا ثلاث نقاط تاني اقدر ان انا اعمل كاستمايز، او ان انا اعمل تعديل على شكل القائمة دي او الليست دي من خلال الضغط عليها. ببدأ ان انا اغير اسم الايفنت، مثلا لو انا عامل ايفنت اقدر ان انا اغير في لونه، اغير في شكل الايقونة بتاعته، وهكذا بنلاقيها موجودة تاني زي ما هي بالتعديلات اللي احنا قلنا عليها اهي اتغيرت قدامي دلوقتي بنفس الشكل على الواجهة الرئيسية. كمان احنا هنا هنلاقي ان هي موجودة في الريسنت ليست لان دي اخر قائمة انا اشتغلت عليها. طب عشان اروح كده للماي ليست الاساسية
بلاقي ان الليست الموجوده بتاعتي او مجموعه القوائم، طبعا انا ما انشاتش غير واحد بس، فهي دي القائمه الموجوده قدامي. من خلال الضغط على الثلاث نقاط طبعا اقدر هنا اعدل في المفضله او لا، وكمان من خلال الضغط على الثلاث نقاط اقدر اعمل كاستمايز مره تاني، ان انا اعدل في شكل لون الايقونه الموجوده قدامنا، او ان انا اعمل شير من بره بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها شير من داخل الليست، وكمان اقدر اعمل ديليت ان انا احذف الليست اول عن اخر يطلع بره الواجهه الرئيسيه بتاعه الليست بتاعتي. طيب في نوع تاني من انشاء القوائم احنا قلنا عليه، لو انا عايز اعمل انشاء ليست بلانك مثلا بنفس الفكره اللي قلنا عليها، انا هسمي الاسم بتاع الليست بتاعي. لو انا هعمل ليست مثلا خاصه بالستودنتس وهعمل لهم مجموعة من اي مهام تاسكس مثلا، ان انا هخلي ديت مهام خاصة بالطلاب بتوعي، هبدأ ان انا احدد لون الايقونة واحدد لها اي شكل، لو انا هخلي مثلا بشكل التذكرة كده، وهقول ان انا مكانها هيكون في الماي ليست بتاعتي، وهقول له كرييت. هيبدأ هنا ينشئ لي صفحة تماما ما فيهاش اي حاجة، ولا فيها اعمدة ولا فيها صفوف. طب ازاي يتم بناء الاعمدة والصفوف هنا؟ انا هبدأ ابني الاعمدة بتاعتي من خلال ان انا بضغط على هنا طبعا التايتل، ان هو بيحدد لي التايتل، ان احنا ازاي نرتب التايتلز الموجودة معنا لو انا هعمل مجموعة صفوف خاصة بالتايتلز. طب انا عايز اضيف صف جديد، الصف مثلا بتاعي ممكن يكون انا هخليه مثلا بيرسون مثلا، وهقول ان اسمه، انا هسمي الصف ده بتاعي الاسم، انا هخلي الصف ده خاص بالاسم، وهعمل الوصف بتاعه ان المهام بتاعته، وهكذا بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها من شوية، ان انا بملأ البيانات الخاصة بالروز والاروز بتاعتي. فبيبدأ اهو ينشئ لي عمود اسمه نيم، وهكذا اقدر انشئ مجموعة من الاعمدة. طب انا دلوقتي انشأت الاعمدة، عايز انشئ الصفوف عشان املى تحتها البيانات، زي ما قلنا قبل كده ان انا برجع عند edit in grid review، وببدأ ان هو يفتح لي القائمة من خلال grid او شبكة جدولية، بيبدأ ان انا املى البيانات بنفس الشكل اللي انا وضحته لحضراتكم من شوية. وطبعا بنفس الطريقة بنتعامل مع الشير، مع الاكسبورت، مع الاوتباور اوتوميت، وهكذا. طيب لو رجعنا هنا عند مايكروسوفت ليست ورحت عند ماي ليست، هلاقي ان تم انشاء قائمة تاني، اقدر لو انا حبيت، طبعا هي مميزة بلون مختلف، اقدر ان انا اعملها فيفوريت فبتنتقل لقائمة الفيفوريتس، او ان انا بلغيها من الفيفوريتس. طب انا عايز انشئ ليست بشكل تاني من خلال ان انا بعمل فروم اكسل، بيدخل عند شيت الاكسل، بيدخل عند الكمبيوتر بتاعي عشان يجيب لي الاكسل او شيت اكسل بتاعي. لو انا موجود عندي القائمه، لو انا عايز الاكسل او شيت اكسل من القوائم الموجوده قدامنا هنا، هختاره من القوائم اللي موجوده في الوان درايف بتاعي. لو انا لا عايز حاجه خاصه من عندي من على الكمبيوتر بتاعي، بضغط على ابلود فايل وببدا اضغط على المكان مثلا اللي انا حاطط فيه الشيت بتاعي. مثلا انا هختار اي شيت بالشكل ده وهضغط على نيكست، بيبدا يحمل لي الجدول بجميع محتوياته الموجوده معانا بالشكل ده، بيقول لي ده الجدول اللي موجود كله قدامنا. طبعا بالضغط انا اقدر اغير في اسماء الاعمده او ان انا اختار اي شكل. هنا بيقول لي ان ده اسمه تايتل، انا ممكن اسميه نمبر، ممكن اسميه تشويس، ممكن اسميه اي اسم انا حابب ان انا اغير في اسمه او في الوظيفه الخاصه بيه. هضغط على نيكست، فبيبدا يقول لي طب الليست بتاعتك اللي انت طلعتها من داخل شيت الاكسل هتسميها ايه؟ انا هسميها مثلا teachers، وهقول ان الديسكريبشن بتاعها برضو تاسكس مثلا، يعني اي حاجة على حسب الوظيفة والاستخدام اللي انت هتستخدمه او اللي حضرتك هتستخدمه. وهقول ان ده باللون البلو، هخليه مثلا بشكل الطائرة، وهضغط على كرييت.
كده انشأ قدامي قائمة بكل المحتويات السل الموجودة قدامي. طبعا هنا موجود اقدر ان انا اعدل من A to Z، او ان انا اغير في الاعدادات، او ان انا اعدل في اي شيء من الاشياء الموجودة زي ما قلنا من شوية، او ان انا اشيره لاي حد، او ادي له وظائف او مهام وهكذا. طيب بالضغط على مايكروسوفت ليست مرة تاني للرجوع القائمة الرئيسية او للواجهة الرئيسية، هنلاقي الليست بتاعي موجودة هنا في ماي ليست. ادي القائمة التانية، طبعا نقدر نتحكم فيها من خلال ان انا اعمل لها كاستمايز من مرة تاني، او شير او ديليت. حاجة كمان من القوائم اللي موجودة معنا ان انا اقدر اضيف ليست من الليست الموجودة عندي من قائمة اصلا موجودة عندي. يعني انا ممكن ادخل داخل الستودنتس او التيتشرز اللي انا عملتها من شوية، وابدأ ان انا اقول له طب انا عايز ايه من داخل الليست دي. هيبدأ زي نفس الطريقة ان انا، هو طبعا بيقول لي الاسم موجود، فانا ممكن اعدل في الاسم بالشكل ده، واعدل في التاسك، انا هكتب اي حاجة وهغير شكل القائمة او لون القائمة، وهبدأ ان انا اعدل فيها لو انا حابب ان انا اعمل تكرار للقائمة او الليست مرة تاني. فبدل ان انا اعدل على الاصلية، برجع انا اعمل تغييرات او تعديلات على الليست التانية اللي انا اخدتها بالشكل ده. بيبدأ ان هو ينشئها لي بنفس الشكل كده، وابدأ ان انا اعدل عليها. وطبعا بالتالي بتظهر قدامنا القائمة موجودة معانا في ماي ليست بالشكل ده. وبكده طبعا التطبيق ليست كان من التطبيقات المهمة جدا اللي بيعمل لنا تنظيم، وفي نفس الوقت ان هو بيشتغل معانا بعدة خصائص زي خاصية التودو او البلانر او التاسكس وهكذا. وكمان بنقدر ننشئ منه ايفنتس، او نغير او نتحكم في السيتنجز الخاصة به من خلال انشاء اعمدة او استخدام ادوات القص واللاصق والسحب وهكذا. وشكرا لاستماع حضراتكم.